أعلن صندوق العمل للتمكين عن الفائزين بمسابقة البحرين للمشروعات الناشئة، وذلك ضمن أعمال أسبوع التكنولوجيا الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء. وقد فاز تطبيق ملعب إلكتروني بالجائزة الأولى، وهي عبارة عن 50,000 دولار، إلى جانب رحلة للمشاركة في قمة الإنترنت بمدينة لشبونة في البرتغال. فيما فازت شركة دوال نوتوركس بالجائزة الثانية، وهي عبارة عن 20,000 دولار. هذا وقد بلغ مجموع المتقدمين للمسابقة 40 مشاركا من أصحاب المشاريع، وتم تأهل 20 مشروعا من المشاريع الناشئة، 6 مشاريع في طور النمو. وقد هدفت هذه المسابقة إلى تدعيم نمو وازدهار قطاع خدمات التكنولوجيا والاتصالات في المملكة من خلال اكتشاف الأفكار الشبابية الرائدة وصقل مهارات المزيد من الكفاءات البحرينية المؤهلة للتعاطي مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة. شيء جيد وشيء جميل أن نشوف هاي الأفكار وهالرواد الأعمال يعرضون أفكارهم، ولكن الأحسن من هذا أيضا أنهم يلاقون الدعم المادي والدعم التقني. أعتقد إحنا خطينا خطوة صلبة للأمام لنعطي الشعب البحريني والشعب البحرينية أن يطورون من أفكارهم، ويشوفون أن ترى البحرين تقدر تحتضن هذه الأفكار عن طريق توفير مثل ما ذكرت الدعم المادي والدعم التقني. يعني المجهود اللي كان اللي صار في هالايفنت وفتره قياسيه كان شيء وايد حلو، والحمد لله يعني تنافسنا مع اكثر من تقريبا 17 ستارت اب وكلهم على مستوى، والحمد لله وقدرنا نوصل للمركز الاول. فكره شركه ملاعب هو تطبيق حق التلفون للاشخاص الشباب اللي يحبون لعب رياضه خصوصا كره القدم، نساعدهم انهم يحصلون ملاعب عشان يحجزونها ويلعبون فيها، ونفس الوقت نساعدهم انهم يحصلون مباريات قاعده تصير حوالينهم عشان يشاركون فيها.